تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد. ماجي قد عجبو دوشخانا حا اهت او اهت كوغ حظ باخر سنة ده وتقديم اليسرى عند الخروج منه ماجي قد اروا عجخان اهت كوغ ار باخر سنة نوير ما از اهت بوسوس خوغ واحد سر سنة التهوش. لحديث انس رضي الله عنه انه قال انس ابن مالك جو من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ بالرجل اليمنى سنة يغدوها نيوغ امام ما ان ديال صاحبي خنو جوج انس ابن مالك رضي الله عنه سنة يغدوها هي ماجي قد عجبو دوشخانا اهت كوغ حظ باخر. وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى هي أروى وشخانة إحتكوك أربع قر حلق إذا سنة دوهن يوه تأخ سنة دوهن يالج أنس بن مالك إذا يال إلشن قشي حان جدو زحما مع رأي شاهد سنة ديان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إشت عبد الله بن عمر زيو رضي الله عنهما يال إلشن صاحب يخنو عمر بن خطاب وعز قال باب التيمني في دخول المسجد وغيره بخاري زيو باب ديا إحت وعو حلبا قر سنة خلر ماجي قد عشبو تشخانا قدو مهتي وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى اعتوا حلبو اخشور هنوخ عبد الله ابن عمر ماجي قد عشبو تشخانا فإذا خرج بدأ برجله اليسرى اعت كوك حلبو اخشور هن ماجي قد اروا تشخانا يو دوهل إلتشن إن نت إن صلى الله عليه وسلم قال حديث الحمد لله يجي أصحاب جبير أخر شاشكر حمار ليل ديا دهتا إلتشن قشي حامد يارمار صلى الله عليه وسلم ليل ديا دهتا إي صو دليل ده هنا عائشة زيتا دولو حديث رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله يو عائشته شي ملدوش بلوش كعب بيمر صلى الله عليه وسلم اهت او حل باقر ديز جوار هنو اهت او حل باقر يعني فعل داني لامس اتخانا اهت ماجي حل في وچخاني الچن صلى الله عليه وسلم فارس بلي كوك بلي يه ماجي قاچ وچخانا اهت او حل باقشخام زغداش وچخان اهت او حل باقشخام ديال الچن صلى الله عليه وسلم إيش تقاعدة يتأخّعنا عيلة برايولية أن ما كان من باب التكريم استحب فيه التقديم اليمين دا ليرهم يدوش دا هم دي تنجح سنة دوهنا إحت أو أهل باقر ليرهم يدوش هم قال وما كان بلد التكريم استحب فيه تقديم اليسار ليرهم يدوش دوش دا هم قال دي تنجح إحت إرت كوك أهل باقر سنة مثلا دي تنجح أنه يشمح تداش قوش خانا إرت كوك أهل باقر سنة دي مثلا تقداش قوش خانا إحت كوك أهل باقر سنة دي سنة يشمح تر أر واج خانا إحت كوك حال باخر سنة دي أجو واج خانا إر بر حال باخر سنة دي إحت ياخر براو ياهل دي إر ياخر ليو ياهل دي وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين أدعف در دي فأسنوبي إحت أو حال باخر سنة دي الله تشدو حنا إلتشنو قرص الله عليه وسلم عايشتو حديثة حديثة حقيقة رزوه